تنظيم كاس امم بعد 3 شهور، فدي حاجه مهمه جدا. معانا برضو بعد كده حاجه مهمه قوي، اللي هي المباريات المتبقيه اللي عايزين نقوله للناس. المباريات المتبقيه للاهلي والمباريات المتبقيه للزمالك، لسه في 11 مباراه ولسه والفرق نقطتين، ولسه في مباريات صعبه جايه. لسه الاهلي لا قدر الله ممكن يتعادل، نادي الزمالك ممكن يتعادل، ممكن يحصل هزيمه، لسه الدوري طويل قوي، والدوري مش هيخلص دلوقتي. بعد المباراه النهارده واضح ان الدوري هينتهي مع اخر اسبوع او اخر اسبوعين. يمكن لو عرضنا المباريات المتبقيه للنادي الاهلي هنلاقي النادي الاهلي عنده، طبعا النادي الاهلي لعب 23 ماتش. متبقي ليه 11 مباراه، عنده 52 نقطه. نادي الزمالك لعب 23 متبقي ليه 11 عنده 54 نقطه. يعني الفرق ايه؟ نقطتين. طب النادي الاهلي متبقي له ايه؟ اللي هو اللي على اليمين، متبقي له الزمالك، بيراميدز، الاسماعيلي. مش بالترتيب طبعا، مش بالترتيب. يعني مباراه الاتحاد السكندري وبعدها مش بالترتيب، ولكن المباريات المتبقيه بصفه عامه الزمالك، بيراميدز، الاسماعيلي، المصري، الاتحاد، المقاولين، الجيش، الجيش، سموحه، مصر المقصه، انبي. دي المباريات المتبقيه للاهلي. طبعا الزمالك ماتش قوي، بيراميدز ماتش قوي، طبعا كل الماتشات ماتشات قويه، ولكن في ماتشات معقربه، يعني الزمالك، بيراميدز، المصري، يمكن دول اقوى 3 ماتشات من وجهه نظري. الاسماعيلي والاسماعيلي طبعا، بس الحاله الفنيه بتاعه الفرق الاخ، يعني المصري بيمر بفتره انتعاشه مع كابتن ايهاب جلال. نعم. بيراميدز برضو ماتش صعب، الزمالك ماتش، يمكن دول اقوى 3 ماتشات من وجهه نظري. نيجي بقى الناحيه الثانيه، الزمالك. نعم. عنده ماتش الاهلي، ماتش موت، هيبقى ماتش مصيري. ماتش بيراميدز برضو ماتش صعب جدا، عنده ماتشين الاسماعيلي. نعم. وماتش المصري وماتش سموحه مع كابتن حسام حسن اللي هو الماتش الجاي. فده الماتش الجاي معاهم سموحه برضه، سموحه خسران المباراه، خسران، وهيبقى ماتش ايه؟ فيصل، اذا كان كابتن حسام هيحصل مثلا لا قدر الله تغيير او حاجه، لانه هو خسران 3 ماتشات، فهيبقى ماتش صعب جدا عندهم. عندهم كمان نكمل الماتشات، الاهلي، بيراميدز، سموحه، الاسماعيلي ماتشين، وادي دجله، حرس الحدود، حرس حدود، انتاج داخليه، جونه، مصري، المصري. انا من وجهه نظري شايف ان الماتشات الصعبه عندهم سموحه الماتش الجاي مع كابتن حسام، ده هيبقى حياه وموت بالنسبه له. ماتش المصري طبعا ماتش صعب جدا، ماتش بيراميدز، ماتش الاهلي، كان الاربع اصعب 4 ماتشات، بعد كده الاسماعيلي. لكن الاسماعيلي بيمر حاله عدم توازن في الفتره الاخيره. نعم. فيمكن ده يعني لو الاسماعيلي فاق صعوبه الماتشات هتزيد كمان مع الزمالك. لو الاسماعيلي فاق، لان هو عنده ماتشين مع الاسماعيلي، مظبوط، فهتفرق جامد. خاصه ان الفرق نقطتين، يعني مجرد تعادل انت جبت، الاهلي جاب ايه؟ الزمالك. الزمالك. فعشان كده بالتالي انت شايف ان لسه بدري، لسه في 11 مباراه، ولسه انت ممكن تكسب الزمالك الماتش الجاي، هيبقى برضه تنط يعني تركب الجدول الدوري، فخلصت. فيعني لسه بدري قوي، وبعدين لسه في ماتشات صعبه، ماتشات صعبه جدا، يعني ماتش بيراميدز ده ماتش رخم، ماتش المصري ماتش رخم جدا. تمام. وبالتالي خلينا نشوف بقى ايه اللي متبقي من